يسعد مساكم، يعطيكم العافية جميعا. شكرا لمجتمع تعليلة، شكرا لتواجدكم. يقال لا يفتى وفي المدينة مالك، ولا يقال الكلام وفي المجالس الشعراء. يعني بعض الشعراء ما ضلش شيء. بما انه الشاعر سجل موقفه، فانا بدي كمان اسجل موقفي. لا ما بدي اشغله. فانا بدي اسجل موقفي، لانه بالاول والاخير انا شاب عربي، ولكن اسجل موقفي بكلمات لشاعر اخر عن حالنا، الذي قال: كفكف دموعك وانسحب يا عنتره، فعيون عبده اصبحت مستعمره، لا ترجو بسمه تغريها يوما فقد سقطت من العقد الثمين الجوهره. قبل سيوف الغاصبين ليصبحوا، واخفض جناح الذل وارجو المعذره، ولتبتلع ابيات شعرك صامتا، ان الشعر في عصر القنابل ترترى. هلا سالت الخيل يا ابنه مالك، كيف الصمود يا عرب واين اي المقدره؟ هاي المقدمه البسيطه. فبدي احكي لكم شغله راح ابلش فيها. في يوم من الايام شاب من الشباب قرر انه يهاجر من بلده ويروح لبلد ثاني. طبعا ولده، امه وابوه واخوانه واخواته، ترك احلامه الصغيره والكبيره في حاراته وبين شوارع مدينته، ليتجه الى عالم اخر، الى مجتمع اخر. وهو بيمشي بالطريق وهو مسافر، نفسه بتحكي له: انت رايح على مجتمع اخر، على ثقافه اخرى، على ناس اخرين، على قيم اخرى قد يتبنونها غير الذي انت تتبناها. والامر من هذا كله انه الشاب هذاك لما غادر من بلده كان عامل حادث ورجله اليسرى كان مكسوره. فتخيل، فهو مهاجر لبلد اخر. لكن دائما كان يؤمن بانه يستطيع ان يصنع من الليمون شرابا حلوا. وصل الشاب الى المملكه الاردنيه الهاشميه. وهنا بدات القصه الاخرى. طبعا هذا الشاب اللي بحدثكم عنه هو انا، حمزه العنسي، من اليمن، وسعيد جدا انه اكون هون في الاردن. طبعا انا اؤمن بالعباره التي تقول: افعل ما تستطيع بما تملك حيثما انت. بلشت اعمالي التطوعيه ومبادراتي لثلاث اسباب. السبب الاول انه علي مسؤوليه مجتمعيه بالمجتمع اللي انا عايش فيه وفي المحيط اللي انا عايش فيه. هذا اولا. الامر الثاني، بدك تضع بصمتك بالحياه. انت كشاب لابد ان تضع بصمتك، حتى اذا مر من خلفك يقولون من مر فلان وهذا هو الاثر، شوفوه. الامر الثالث دائما، وهذا بيردد، انه احب انقل ثقافه شعبي، وانه الشباب اليمني شباب واعي، وليس كما يقال بالاعلام ويردد بان الشعب اليمني شعب متخلف، لا بالعكس. فهذا التنوع وهذا الاندماج هو اللي بيثرينا. طبعا انجازاتي اللي بفتخر فيها انه اسست مبادره اسمها مبادره امان. طبعا من اللي اجت مبادره امان؟ من اللي جاء اسمها؟ لانه احنا في المملكه الاردنيه الهاشميه بلد الامن والامان، فجاء هذا الاسم والمسمى. مبادره امان هي مبادره تدريبيه توعويه لها رؤيه ورساله واهداف. كان رؤيتنا انه نحو مجتمع خالي من العنف بجميع اشكاله وانواعه، اما رسالتنا هي تعزيز السلام المجتمعي بما يحقق العداله والمساواه في الادوار بين الجنسين ويعزز الشراكه المجتمعيه الفاعله. ان اربع اهداف: حمايه الطفل من الاساءه، الحد من العنف الجامعي داخل نطاق الجامعات، الحد من العنف المبني على الزواج المبكر، وتنميه قدرات الشباب في العمل الانساني. طبعا كيف نفذنا هذه الاهداف؟ نفذناها في المؤسسات المختلفه في الاردن. حمايه الطفل من الاساءه نفذناها في مؤسسه نهر الاردن مركز الملكه رانيا، اللي كانت الحاضن الاول والراعي لهذه المبادره. الهدف الثاني، الحد من العنف الجامعي، نفذناه داخل جامعه جرش. اما بالنسبه للهدف الثالث، الحد من العنف المبني على الزواج المبكر، على النوع الاجتماعي والزواج المبكر، نفذناه بالتعاون مع منظمه كيرا الدوليه في جامعه جرش، وايضا مع مركز شابات العارضه النموذجي التابع لوزاره الشباب في الصد. الهدف الرابع نفذناه عبر معهد المآر واشنطن، اللي هو بناء قدرات الشباب في العمل الانساني. المبادره شاركت في عده مؤتمرات دوليه، منها اللقاء الخليجي الاردني لتوطين المبادرات الشبابيه. ايضا شاركت في مؤتمر الاقليمي الرابع عشر للشباب والتكنولوجيا، شاركت في قمه الاردن التطوعيه، وشاركت في ايام بادر، وان شاء الله في 21 الشهر راح تشارك في منتدى الشباب العالمي في اسطنبول في تركيا. هاي قصه المبادره، قصه مبادره امان. القيمه المضافه اللي بدي اوصلها للجميع انه انت وين ما كنت، باي بلد، باي زمان، باي مكان، الابداع لا ينحصر بزمان ولا ينحد بمكان. أنت معجزة في داخلك كنز، ولا بد أن يظهر للبشرية وأن تعود خيريتك على البشرية. بالأخير هذا النموذج اللي قدمته أنه أوصل لكم أنه الشباب اليمني شاب طموح وواعي، ومقدرته
انه يندمج مع شباب الشعوب العربية كاملة وينقل الصورة الاكثر حضارية عن اليمن السعيد. وفي الاخير بدي اقول لكم يا الاردنية، اليمن حملتنا العمال وصية، مع سلام الشعب اليمني نسمة البن يمانية. وفي الاخير ماذا عساي ان اقول وماذا عساي ان اردد او اعيد، الا ان اليمن السعيد سيبقى باذن الله سعيد. شكرا.